طبعا السينما التسجيلية اتنورت القاهرة في عشرات الأفلام، ولكن بعد الثورة زاد العدد. وسنة 2012 اتقدم فيلم تسجيلي أمريكي عن الثورة المصرية بعنوان The Noise of Cairo، أخرجه الأمريكي هايكو لينج. التعليم بتاعنا والإعلام والثقافة والحاجات دي كلها هي اللي منعانا على مر السنين ان احنا نفكر نعبر، فمكتومين. I have not shown my work in Egypt since 2004. After the revolution, you know, like there is a new language that I am learning myself still. You can see here in the background the face of Mubarak, and it's written down on the left side with the Arabic calligraphy, no, la'a. Somehow it felt like the wall of censorship suddenly fell, and from that point onwards, everybody's been releasing as much as they can. السينما الإيطالية اهتمت بالقاهرة بالذات في الستينيات، وتقدم سنة 1965 الفيلم البوليسي الإيطالي الفرنسي سوبر 7 كايما كايو. الفيلم كان عايز يقدم نسخة إيطالية من شخصية جيمس بوند البريطانية اللي اتنولتها السينما الأمريكية، لكن الفيلم فشل تجاريا وقتها. الأفلام العالمية اللي كانت عليها اسم القاهرة كان الفيلم البريطاني الإيطالي الأمريكي The Man from Cairo. الفيلم كان من إنتاج 1953 وقام ببطولته النجم جورج رافت الأمريكي. لو حاولنا نحصر الأفلام التسجيلية والروائية الطويلة والقصيرة والمسلسلات اللي بتحمل اسم القاهرة مش هنعرف، لأنها بالعشرات. وده بيأكد لنا المكانة اللي عند القاهرة بالنسبة للعالم، واللي كانت سبب إنها تجذب صناع السينما من أمريكا وأوروبا ليها. إيه حكاية حبس الموسيقار هاني مهنا وترحيله للسجن؟ وإيه تأثير ده على جمعية المؤلفين والملحنين؟ كل ده هنعرفه ولكن بعد شوية.